ينضم معنا الكاتب عباس هادي، أهلا بك. أهلا بك أستاذ عباس. أهلا. بداية، يعني أشار في ذي قالوا على المستوى الشعبي، كيف تلقى زيارة السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وهل تعتقدون أنها حققت الفائدة المطلوبة من الزيارة؟ أستاذ عباس، هل تسمعني؟ نعم أسمعك. يعني أعيد السؤال عليك. بداية، أشار في ذقار على المستوى الشعبي، كيف تلقى زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، نعم. وهل تعتقدون أنها حققت الفائدة المطلوبة من الزيارة؟ أهلا ومرحبا عزيزتي. بالبداية، استقبال الكاظمي كما رأيتم كان مرفوض من قبل جماهير في قاعة. نعم، نعم، والغاية من الزيارة كانت هي افتتاح مستشفى تركي الذي كان متوقف، ورغم إكمال نسبة 100% من الإنجاز. نعم، هذا ليس طموح الشارع الذقاري بالنسبة العامة أو الصحة العامة، لأن محافظة الذقار يعني ساجدة كثيرة جدا من قوة، هناك الكثير من المشاريع متوقفة تحتاج إلى إكمال. نعم. طيب، البعض يعتقد أن هناك أجندات سياسية تمنع توفير الأمن في ذي قار وتعطل ملف الخدمات، هل تعتقد أن هناك صراع سياسي حتى على مستوى الشارع بين المتظاهرين وتنفيذ أجندات سياسية؟ سيدتي العزيزة، المتظاهرين لم يكونوا في الصورة البارحة، بل نعم، الشارع الذقاري بصورة عامة هو الاستقبال. سوف نستقبل كل المتطرفين، كل الأحزاب السياسية بهذه الطريقة، نعم،